تحياتي يا أصدقائي، استقبال حافل لمنتخب سوريا في مطار الدوحة، وعمر خريبين يغيب عن الأنظار. إذا مانك عامل لي اشتراك، انزل اشترك بالقناة واضغط لايك، وتعليقاتكم كثير مهمة أصدقائي. اليوم الفيديو حنحكي فيه عن سوريا في قطر. إذن يا حبايب القلب، يعني استقبال حافل جدا لمنتخب سوريا في مطار الدوحة. الجالية السورية ومشجعي منتخبات السورية في قطر يعني استقبلوا المنتخب السوري بطريقة رائعة وجميلة جدا. تواجدوا، الأهازيج كانت موجودة، التحفيز اللاعبين كان موجود، شفنا نجوم يعني نجوم كرة قدم السورية سابقا، كابتن عاطف جنيات يعني كان موجود. في دعم من الجمهور السوري بقطر يلي أكيد تركوا أشغالهم وتركوا أعمالهم وراحوا ليستقبلوا منتخب سوريا بالمطار، وإن شاء الله يكون منتخب سوريا وسط رسالة ويرد يعني يرد هذا الشيء المنيح اللي عم يقدمه دائما الجمهور السوري. وين ما رحنا، بقطر، بالسعودية، بالإمارات، دائما الجمهور السوري هو جمهور يعني متميز جدا عن باقي الجماهير. حنشوف سوا نحن الفيديوهات من استقبال الجالية السورية في قطر. طيب حبايب قلبي، مثل ما شفنا بالفيديوهات، استقبال جميل، استقبال مرتب، بالأطقم الرمادية أو السماوية منتخبنا كان موجود ودخل المطار. يعني شفنا أيضا لقاءات من عبر قناة الدوري والكأس ثائر كروما، ولقاء مع المدرب الأرجنتيني. يعني كان يعني بشكل عام، ما حكوا تفاصيل، لكن يعني الشيء المستغرب يلي اثار استغراب الناس غياب عمر خريبين عن الصوره يلي شايفينها سوا نحن مع بعض، وعن البعثه يعني ما كان موجود، ما حدا شافه لا من الموجودين. انا تواصلت مع الشباب الموجودين بالاستقبال، تواصلت مع الكابتن عاطف كمان، سالته انه كان عمر خريبين شفته شيء، يعني ما حدا شافه الكابتن عمر خريبين. السؤال مطروح انه عمر خريبين لم يتمرن مع المنتخب، حكيت بفيديو الأمس أنه هو مصاب، لم يتمرن بالتدريبات الجماعية مع المنتخب، فقط بتمارين الجري حول الملعب، يعني إصابته ما زالت موجودة. السؤال الذي يطرح نفسه، هل عمر خريبين رح يكون بمنتخب سوريا بكأس آسيا؟ سألت أنا طبعا أحد المصادر، قال لي أنه عمر خريبين حيوصل المساء، ما أجا مع البعثة بس حيوصل المساء. هلأ هذا الكلام ممكن يكون صح، ممكن يكون خطأ، لكن أيضا يعني يثير الاستغراب عدم وجود عمر خريبين مع المنتخب. يعني أنت كبدك تكون بكأس آسيا بعد 5 أيام وعندك بكرة مباراة مع ماليزيا الصبح. على كل حال أنا بتمنى السلامة لعمر خريبين. حكينا امبارح موضوع عمر السومة، البعض سألني أنه مو موجود بالقائمة تبع 36 ومو موجود. أنا سمعت بالاتحاد قالوا في قائمة أولية غير القائمة النشروة تبع 36 لاعب، فيها 50 لاعب، هي لم تنشر، بضمن هاي القائمة على اساس انه موجود اسم عمر السومة. هذا كلام صحيح ولا لا؟ على ذمه الاتحاد، يعني هذا الموضوع مو عندي، وفي طرق ثانيه ممكن يجيبوا من خلال عمر السومة على المنتخب، لكن هذا مو موضوعنا حاليا. موضوعنا هل عمر خريبين حيكون جاهز؟ بنتمنى يوصلوا لكاس اسيا. يعني 5 أيام يا شباب، مباراتنا الاولى مع اوزبكستان، يعني وعندنا بكره مباراه مع ماليزيا. يعني نتمنى أن تكون الأمور على خير ما يرام. يعني ما بهمنا نحن غير أنه يكون اللاعبين لسه مو ناقصنا حدا ينصاب بصراحة، لأنه الموضوع صار
اصعب من انه يتصوروا عقل لمنتخب سوريا. يعني عمر خرابين قالوا حيوصل المساء. القسم الثاني اليوم بدي احكي فيه عن موضوع مباراتنا غدا مع ماليزيا. مباراه غدا خلص جربت، انت شفت الفريق كله بمباراه قرغيزستان الوديه اللي لعبتها بقطر. بكره عندك بروفا اخيره في مواجهه المنتخب الماليزي. هاي البروفا انت لازم، يعني انت المفروض مو من هاي المباراه تبع ماليزيا، المفروض من تصفيات كاس العالم كنت عم تلعب بالتشكيله اللي لازم تلعب فيها بكاس اسيا. هيك المفروض اذا انت عم تجهز منتخب لحتى ينافس او لحتى يتاهل واو. لكن بما انه انت عملت تغيير بكاس اسيا، فانت بمباراه ماليزيا بكره مطالب انك تلعب بالتشكيل الاساسي، مطالب انك تبلش بالتشكيل الاساسي. يعني اذا عمر خريبين ما وصل للمساء بده يلعب بكره ما بعرف ولسه ما انه جاهز، يعني ما انه معناتها هو ما حيكون اساسي بمباراه اوزبكستان اذا كان موجود. هذه امور صعبه. فبكره لازم يكون الفريق اللي بدك تلعب فيه اول مباراه تبلش فيه بمباراه ماليزيا. مين ممكن يلعب بالتشكيله بكره؟ والتشكيله اللي بعتقد انه حتكون هي الاساسيه لهيكتور كوبر: ابراهيم علمي في حراسه المرمى، اللاعب عمر ميداني في قلب الدفاع الى جامبو، اللاعب القادم من اوروبا ولاعب سافيا براك ولاعب هاكم السويدي ايهم اوسو، على يمين عبد الرحمن ويس، على يسار خالد كرتغلي، بالنص حيلعب ب ايزاكيل العام، واللاعب خليل ياس، ابراهيم هيسار على اليمين، على يسار عمار رمضان، بالهجوم حيلعب بعلاء الدالي لانه عمر خريبين ما انه جاهز، ومعه بابلو صباغ. هي اذا كان بابلو صباغ بجهوزيه الكامله لهي المباراه. هي توقعاتي لتشكيله المنتخب. لازم بكره منتخب سوريا يلعب بالتشكيل الاساسي بده يلعب فيه اول مباراه مع اوزبكستان. مشاكل كثير كبيره الموضوع الاصابات بالنسبه لنا، بالنسبه لاي منتخب تشكل عائق كثير كبير. موضوع الافكار تبع الارجنتيني كوبر كيف سوف تطبق على ارض الملعب، حتى هذه اللحظه يقولون مباراه غير منقوله تلفزيونيا، يعني ما بنعرف اذا حينقلوها احد الحضور او حتكون موجوده على الرابطه، يعني ما بنعرف. هذا الكلام لحد هذه اللحظه هي غير منقوله تلفزيونيا. يعني كل توفيق لمنتخبنا والله يبعد الاصابات. وفي ما بنعرف، يعني ممكن تتسارع الاخبار بالبكره او الايام القادمه فيما يتعلق بعمر خريبين وعمر السومه، ما بنعرف. يعني نتمنى ما حدا ينصاب من اللاعبين. مصيبه، يعني مصيبه كارثه. هلا اذا بينصاب اي لاعب من اللاعبين الاساسيين مصيبه بمنتخب سوريا، سيما انه اوزبكستان منتخب جاهز، منتخب محضر، منتخب قوي بدنيا. انت بدك تكون جاهز بدنيا لمواجهه فريق قوي جدا. بالنهايه اصدقائي تعليقاتكم، وبدي اسالكم: هل تتوقعون وجود عمر خريبين او انه يلعب عمر خريبين مع منتخب سوريا في كاس اسيا، نعم او لا، والاسباب؟ وتحياتي لكم. باي باي.